انا مو واحد من المختطفين، شلوبني ولا عدريت اينه، ومن سجن الى سجن الى سجن لما عرفنا في الاخير فينه في اي واحد من السجون. هكذا بتنا يعرفن بانفسهن، وهذه هي القصة التي لم يعد بامكانهن رواية غيرها، فهن منذ اقتادت الميليشيا ابناءهن واودعتهم سجونها لا يعشن سوى تفاصيلها المرة. اين العفو هذا؟ بس عسب التلفزيونات، عسب الاعلام حقهم. ابني بيتعذب، ابني مكبل بالقيود، ابني ممنوعين احنا من زيارته، ليش؟ من يخبرها انه يستحيل على من يجلد ابنها بلا ذنب ان يتحول لملاك يوزع العفو والرحمة، ومن يجيبها عن سبب تعرض المختطفين لاصناف العذاب التي عرفناها وخبرناها على اجساد من افرج عنهم للقبور. امهات المختطفين ولشهور عديدة يتنقلن حاملات مطلبهن من امام السجون الى مكتب النائب العام، واليوم يقفن أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء مناشدات المنسق الأممي للشؤون الإنسانية الضغط على الميليشيا لإطلاق سراح جميع المختطفين. فهل من الممكن بعد أن صمت الآذان لأكثر من عام عن نداءاتهن يجدن من يوقف بطش الميليشيا بحق أبنائهن؟